مساء الخير والسعادة، وحشتونا كالعادة من الأسبوع اللي فات، وحلقة جديدة من برنامجكم بخمسين دقيقة. مساء الخير يا أمنية. مساء النور، برحب بكل مشاهدينا. أهلا بيكي وأهلا بكل السادة المشاهدين. معنا إيه النهاردة؟ فقرتنا الأولى هيكون الفيديو الترند اللي على السوشيال ميديا، الفيديو اللي مش هنقول لأب لكن هو شيطان تجرد من كل مشاعر الأبوة ولمجرد بس انه اتخانق مع مراته، جرد بنته من ملابسها في عز البرد وكمان كان عاوز يولع فيها. بالنسبة للفقرة التانية هتكون مختلفة تماما عن بند اسمها دندنة، فقرة ترفيهية وان شاء الله تعجب مشاهدينا. هنبدأ الفقرة الاولى معانا، ومعانا الفيديو اللي هو الترند اللي هو الغريب جدا، واللي هو ان في اب تجرد من كل مشاعر الابوة وكل غريزة الابوة، وجرد بنته من ملابسها وسابها عريانة في الشارع في هذا الجو وهذا البرد القارس. والفيديو ده يعني اثار غضب كثير من المواطنين، ولكن احنا عايزين نتناول الفيديو ده من زوايا مختلفة، بحيث ان احنا نشوف ايه الاسباب التي دفعت الاب يا امنية ان هو يعمل هذا الفعل ببنته، وبدل ما هو يقوم بانه يعني يستر بنته او ان هو يحافظ على بنته، ده الطبيعي ان هو يقوم بهذا الفعل، وخاصة انها طفلة رضيعة وانها يعني ملهاش ذنب في اي حاجة كطفلة. وكان الموضوع ده اساسه ان في خلافات زوجية ما بينه وما بين الزوجة واهل الزوجة، وهو عمل الفعل ده انتقاما من زوجته. بس الضحية عندنا هنا يا أمنية طفلة بريئة. بالظبط، طفلة بريئة عمرها يعني سنة ونص تقريبا، راحت ضحية خلافات زوجية. بالظبط، فالطفلة البريئة ديت اللي هي تعرضت في هذا الجو من البرد القارس لهذه الفعلة، يعني هي الضحية فعلا. واحنا بننظر للموضوع ان احنا عايزين ان احنا نشوف له علاج، يعني احنا مش عايزين ان نكونش اشداء العقاب على الاب او على اي من الاطراف، ولكن احنا عايزين العلاج بتاع المشكلة. ايه السبب اللي دفع الاب يعمل كده؟ ممكن تكون ظروف مادية، اقتصادية، ظروف نفسية، ممكن يعني حاجات كتير ممكن تدفعه ان هو يعمل كده. يكون هو مريض نفسي اساسا، يكون بيجيله نوبات صرع، وبالتالي هو غير مدرك للي هو بيعمله ده، لان ده يعني عكس اتجاه قوانين الطبيعة، ان المفروض ان الاب هو يا أمنية ما بيحبش حد يكون احسن منه في الدنيا دي كلها. ده يعتبر تصرف استثنائي مش طبعاً الشائع في المجتمع، خصوصا ان الاسر المصرية متسمة بالقيم والاخلاق الشرقية اللي دايما الاب فيها بيغير على بنته، بيحافظ عليها، بيصونها، حتى يوم زفاف بنته بيبقى اكتر واحد متأثر بالمشاعر ان بنته هتمشي وتسيب البيت هو الاب. بالظبط، يعني هو الاب هو اللي بيقوم بالحفاظ، هو رقم واحد اللي بيقوم بالحفاظ على بنته، وتعتبر بنته دي اغلى حاجة عنده ودي شرفه، فازاي هو يعتدي عليها بهذا الشكل وبهذه الطريقة؟ فده ضد يعني عكس اتجاه قوانين الطبيعة كلها. هو الفكرة ان احنا كمان عاوزين نلاقي الاسباب الرئيسية علشان الموضوع ده ما يتكررش مرة تانية مستقبلا في اي اسرة. والله انت حضرتك بتثيري موضوع كويس قوي، ان احنا عايزين نشوف الاسباب التي ادت ودفعت الاب انه يتصرف هذا التصرف مع فلذة كبده وهي بنته. فاحنا طبعا المفروض ان يكون عندنا تقرير طب شرعي، ونشوف الحالة النفسية بتاعته والعصبية وقواه العقلية، وده بالتأكيد يعني احنا كتصرف احنا كلنا كمجتمع مصري متدين وشرقي زي ما حضرتك قلت بطبيعته، ان هو المجتمع كله ما بيتصرفش كده، فده تصرف شاذ وغير طبيعي بالمرة، وبالتالي لابد من الكشف على قوى الأب العقلية ومعرفة يعني مدى سلامتها. وان عندنا كمان لابد ان منظمات المجتمع المدني والأهل والأقارب المؤسسات اللي موجودة النهاردة، ان يكون اما تظهر حالة زي ديت لابد من علاجها، ولابد من للحفاظ على الأسرة. يعني احنا بالزبط، لو الموضوع موضوع عقاب ما احنا
كلنا مش عاجبنا الموضوع، كلنا غاضبين. أصل سهل جدا العقاب، خصوصا ان في قوانين كتيرة في قانون الطفل بتمنع اي حد، اي شخص بالغ انه يؤذي الطفل، ما بالك بقى ان ده اب وبنته. بالظبط. فاحنا العقاب موجود، ولكن عشان الموضوع ده ما يتكررش تاني لازم نشوف الاسباب الرئيسيه. هل مثلا ممكن تكون اسباب سيكولوجيه، ممكن يكون ادمان، ممكن يكون اسباب وضغوطات اجتماعيه ماديه الى اخره الى اخره، ممكن حاجات كتيره جدا تؤدي للسبب ده. ولكن هنرجع تاني ونقول ان مفيش اب بيعمل كده، ولكن عشان خاطر ندي الموضوع عذره لازم نشوف الاب ده ايه اللي خلاه يتحول من اب حنين وعنده رحمه على بنته الى وحش كاسر. طيب احنا الموضوع يعني طبعا اكيد هيكون ليه اسباب، واكيد ان هو غير طبيعي، واكيد ان في خلل في قوى العقليه للاب، وان في هناك ظروف اقتصاديه او في، والموضوع يعني دلوقتي في قيد التحقيقات، واحنا نشوف بعد كده اكيد الحكم هيكون عنوان الحقيقه. فننتظر بعد التحقيقات وبعد التقارير الطبية والنفسية، وبعد كده إن شاء الله نتناول الموضوع بناء على حقائق وبناء على أدلة ثابتة. وإحنا دلوقتي فقرتنا الأولى تعتبر انتهت. حابة تقول أي حاجة توجهيها لأهل الزوجة أو لأي حد يا أمنية؟ أحب أوجه رسالة لكل أب وأم، لما يجي حد كده ويخبط عليكم الباب ويقول لكم أنا عاوز بنتكم، تقولوا له دي أمانة احنا ربنا رزقنا بيها وبنسلمك ليها، بنسلمها لك، حافظ عليها واتقي ربنا فيها، علشان لما يحافظ عليها هيحافظ بعد كده على ولاده وهيتقي ربنا فيهم. مش اي حد يجي، والاول واحد يجي يخبط الباب اتفضل بنتنا اهي، لازم نتأكد ونسأل بدل المرة عشرة ومليون ان ده الشخص اللي هيحافظ على بنتنا طول حياتها بعد كده. أنا طبعا بأيد حضرتك يا أستاذة أمنية في ما قلتيه، والرسالة اللي بتوجهها لكل الآباء والأمهات ولكل المجتمع. ودلوقتي بقى المشاكل لن تنتهي أبدا، وكل يوم في صراعات وفي مشاكل، وده أمر طبيعي، في خير وفي شر وفي كذا، ولكن احنا دلوقتي حابين نعمل فقرة ترفيهية وفقرة يعني فيها طرب وميوزيك، ونرفه عن مشاهدين بقى بعد الخبر اللي احنا قلناه، بعد الخبر التعيس اللي احنا قلناه ده والأحداث، وطبعا المشاكل لن تنتهي. فاحنا دلوقتي هنذهب لفاصل، ومعانا فريق دندنة للطرب والموسيقى العربية، وهنستضيفه. اوعوا تروحوا في اي حتة، واستنونا بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وللأسف حصل فيه دروب كده، فكان معنا الفريق كامل، كنا هنقدم لكم فقرة فنية جميلة، ولكن الظاهر ان الموضوع مبصوص فيه وبركات حد معين. يعني بصراحة حاجات غريبة بتحصل. المهم يعني أهلا بحضرتك، بنرحب بضيفتنا الأستاذة داليا حسني، رئيسة أو يعني مديرة فريق دندنة، قائدة أوركسترا دندنة، اللي هي بتقدم لنا فن عربي، او انت حضرتك قلت لي يعني بتقدموا نوع من الفن، عايزين نعرف بتقدمي ايه. الاول برحب بيكم، برحب بالجمهور كله، ويا رب نكون ضيوف لطاف معاكم ان شاء الله. هو طبعا موضوع الدروب اللي حصل النهارده ده غير مقصود، وان شاء الله خير. من سوء حظنا ومن سوء حظ المشاهدين، هي الحلقه مبسوط فيها، انا اكد لك يعني حد قاعد بيدعي علينا ان شاء الله خير، ولا يهمك خير بسيطه. اهلا بيك يا فندم، نورتينا. حضرتك انتوا ازاي اتكونت الفرقه وايه الفن اللي بتقدموه؟ هي الفرقه كونت، هم مجموعه شباب كتير منهم هم اصلا طلبه عندي، انا بدرس لهم غنى وكده. انا اصلا دكتور داليا، خريجه موسيقى عربيه دفعه 97. اهلا بيك. مجموعه فيها شباب وفيها بنات، بنقدم حاجه مختلفه. احنا هدفنا احياء المونولوج الطربي القديم، اللي هو كل ما هو فيه كوميديا فيه ابتسامه. الناس دلوقتي بقت مفتقده الابتسامه والضحك،
فاحنا بنحاول نقدمه من شكل الاغاني القديمه اللي موجوده، زي عايزه اروح، يا سلام على حبي وحبك، الحاجات اللي فيها الله كنا عايزين نسمع بس يعني في ايه سوء حظ فعلا يعني مش عارف. خير ان شاء الله تتعوض في حلقه تانية ان شاء الله. ان شاء الله والله كان في نفسنا نسمعكم، لان انتوا عاملين ضجه جامده ان انتوا بتعيدوا يعني اعتقد بتعيدوا توزيع الاغاني القديمه بشكل مختلف، بشكل مختلف طبعا. بالظبط كده، بالظبط يمشي مع المود العام دلوقتي، يمشي مع المود الجديد. وبنقدم كمان شغلنا الخاص، الحاننا الخاصه برضو اللي بتدي تفاؤل وامل وابتسام، وده هدفنا احنا كل العازفين الدنيا. يبدو ان انت حركه حسدتهم، لان انت جايبه لي 30 عازف معاكي وهم داخلين من بره بالالات وكذا، في حد رصدكم؟ يعني فعلا فرقتنا عددها كبير. نجمكم خفيف ولا حاجه ولا دي اول مره؟ بتحس بسرعه، هنبقى نتبخر قبل ما نيجي. طب كنت تقولي نجيب معانا بخور وكده يعني. والله العظيم يعني حاجه بصراحه. المره الجايه خلي البخور عليا. فالمهم يعني احنا عايزين نعرف، تدينا فكره برضو انتوا ازاي بتعيدوا توزيع الاغاني القديمه بشكل مودرن، بتعملوا، كلمينا اكتر عن الباند، عن الفرقه، لاختياراتك ايه الاغاني وعملتوا فيها ايه، حاولي تدينا اي حاجه. بص يعني، هو الفكره جايه ازاي؟ هي الفكره مش جايه بس في عرض واحد، احنا دلوقتي فرقه دندنه، اوكي، بتعرض عروض. اول عرض هو ضحكه في غنوه، ضحكه في غنوه، يعني احنا بنقدم الاغنيه اللي فيها ضحكه، تمام. العرض اللي جه بعده ان شاء الله هيبقى فولكلور، العرض اللي بعده هيبقى رومانتيكا، كل ما هو رومانسي، وهكذا تتوالى العروض يعني. فكل مره عروضنا مختلفه، كل مره بنقدم شكل جديد في المزيكا، كل اغلبها بتبقى احياء حاجات قديمه، وده طبعا احنا ما بقيناش نسمع دلوقتي القديم، كله بقى اكتر نوع تحس ان هو شد الناس وشد اللي هو بيجي بعد كده، عاوزين اكتر من النوع ده. بصي الحاجات اللي نجحت معانا قوي الحاجات اللي فيها مونولوج، يعني زي عايزه اروح بتاعت اسماعيل ياسين وحوريه حسن، المونولوج ده برضو اضاف، خلى الناس كلها مبسوطه قوي جدا. في برضو مونولوج تاني زي سلام على حبي وحبك، برضو ما بين مطرب ومطربه، يعني الدويتوهات دي بتنجح جدا، يعني بتخلي الناس مبسوطه قوي. غير ان احنا بقى زي ما قلت لكم عاملين حاجات كمان خاصه بتاعتنا فيها التيمبل شويه، وبنقدم حاجه زي في اغنيه اسمها زي اتوبيس الفرحه، دي بتدعو للفرحه والسعاده. معانا اغنيه تانية اسمها غير نفسك، دي الحان استاذ محمد فوزي، هو المايسترو بتاع الفرقه بتاعتنا. برضو دي بتدعو ان الواحد ما يحاولش ان هو دايما باصص لنفسه، دايما باصص لغيره، بيطلع بينتقد غيره، لا، غير في نفسك الاول وخلي نفسك تمام علشان تقدر. طب ممكن الاله اللي حضرتك شايلها ده، شايف شكلها مد على جيتار وساعات تدي على عود، ده ايه بالظبط الاله؟ لا هو ده عود، احنا محتارين فيها يعني. ده عود المفروض طبعا كنا هنبقى شغالين سوا مع بعض، انا بعزف عود في الفرقه، تمام، انا مش القائد، القائد هو استاذ محمد فوزي، تمام، انا مجرد بس جمعت الفريق والاداره بتاعتنا اللي هي اداره دندنه. ده فعلا عود الكتريك اللي هو الشكل الجديد، وبس يعني ما فيهوش اي حاجه مختلفه عن العود العادي يعني. ممكن نسمع مقطوعه بسيطه ولا صعب؟ للاسف برضه الكهرباء لازم يتوصل صوت يعني، عشان البخور وكده، فاحنا يعني ما فيش اي امل ان احنا نسمع للاسف، هو لازم يتوصل صوت. ده اللي حاسبنا ده سر باتع او بصراحه يعني، حتى في العود يعني. ده مش سايب حتى اله واحده تشتغل يعني. كلمينا بقى عن مشاريع حضرتك المستقبليه بالنسبه للفرقه يعني. احنا بالنسبه للفرقه ان شاء الله هنعرض اول عروضنا باذن الله قريبه جدا في الساقيه، والعرض اللي بعده هيكون في الاوبرا، وهكذا يعني. ده اول عرض اللي هو عرض ضحكه في غنوه، العرض اللي بعده هتبقى برده في نفس الاماكن، في الساقيه وفي الاوبرا. انا دايما يعني دايما قصده بالذات الاوبرا والساقيه، ان هو ده منبع الفنون. عجبني قوي اختيار الاسماء، ضحكه في غنوه، وبعد كده اللي هو حاجه تدي بهجه وفرح، الواحد يسمع الاسم كده، لا طب انا هروح اشوف ايه. لا انا عاوزه اضحك، عاوزه افرفش، ارمي الحياه ورا ظهري. هو يعني فعلا هو انتوا اسمكم ده المفروض بقى تسموا حاجه كده. لا بجد حلو الموضوع ان الواحد يبقى عاوز ينشر الفرح والبهجه ما بينه وبين الناس ويقرب ليهم. الحياه بقت صعبه، فلا يعني الناس اللي زيكم هم اللي بيهونوها علينا. يا ريت نقدر نوصل فعلا الروح دي، روح الفريق كلها حلوه قوي يعني، ان شاء الله نبقى نشوفها في يوم. روح الفريق جميله، في اكتف، في تمثيل في الاداء، مش مجرد ان احنا بنغني وبس، لا احنا بنمثل الغنوه، احنا كمان بنلبس اللبس بتاع الكاركتر بتاع الشخصيه، فكل دوت بيخلي المشاهد او المستمع في مود تاني خالص.
يعني حاجة قريبة من عزب شو الحاجات اللي كنا بنشوفها زمان ولا ايه يعني؟ يمكن هو عزب شو ده مونولوجيست بس احنا بنعملها كفريق مع بعض كفريق شغل وفي نفس جماعي الوقت وفي نفس الوقت بنقدم صوت طربي. يعني احنا ما اقول لك احياء المونولوج الطربي يعني لازم اقدم صوت طربي وكمان بيمثل. فانك توجد الاثنين دول في فنان واحد دي بتبقى حاله صعبه. عشان كده تعبت جدا جدا لما جمعت الفرقه. فالحمد لله جمعت وبقت الحمد لله جمعت وما سمعناهاش يعني بصراحه. بس انا سعيد جدا ان انتم شرفتونا وبصراحه يعني انتم عملتوا لنا بهجه. بس كان في نفسي الحاله اللي كانت موجوده دلوقتي والعدد الكبير والفرقه المحترمه اللي انا شفتها فيها شباب وفيها كبار في يعني فيها مختلف الاعمار وفيها يعني انا شفت كده شكلهم فنانين. يعني كان في نفسي انهم يقدموا حاجه للجمهور لان احنا كلنا كشعب مصري شعب ابن نكته وشعب بيحب الفرفشه انت هتلاقي اصلا افيهات في وسط الشغل واحنا شغالين في حد بيدي افيه حد بيضحك حد بيسقف هتلاقي بص روح تانية. اول لما دخلوا حسيت ان في كان في طاقه ايجابيه كان في طاقه ايجابيه فعلا الحمد لله. اصلا الواحد بيبقى قاعد بيبقى عاوز حاجه كده نسمع خفيفه كده حد يعني. اول فعلا لما دخلته حسينا ان في كميه يعني ما شاء الله تمام بجد والله. لا 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 يا كفايه احنا شفنا لا بجد يعني انتوا عملتوا لنا بهجه. بس كان في نفسي ده يتنقل للجمهور لان احنا بنشتغل من اجل الناس. بس ان شاء الله في حلقه قادمه هنستضيف حضراتكم برضو نبقى معانا بخور وشابه وفسوخه. انا هعمل حسابي من النهارده هعمل حسابي يعني خرزة زرقاء. شوف انا لابس كرافات ازرق بس اهو وازرق اهو بس هنعمل ايه اكتر من كده. بس في حد فعلا سره باتع في الحلقه دي يعني. انتوا شرفتونا بجد وان شاء الله هنستضيفكم ان شاء الله تمتعونا بفنكم الجميل وهيبقى لقاء خاص ومش هنعمل اي فقره غير انتوا بس ان شاء الله. ان شاء الله يعني بجد احنا النهارده اتحرمنا بس قدر الله ما شاء فعل بجد. وكويس ان احنا بخير كلنا يعني والاستوديو بخير وبجد يعني سعداء جدا. وان شاء انت عايزه تقولي حاجه استاذه امنيه قبل ما نختم الحلقه لان طيب خلاص احنا في ختام حلقتنا اليوم. ان شاء الله انتظرونا برنامج 50 دقيقه الاسبوع القادم في نفس الميعاد وان شاء الله الجاي احسن وان شاء الله يكون الحسد ده انفك وهنكون احسن حاله. وبشكركم لطيب المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.